أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. إذن أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الهدنة الإنسانية في غزة ستبدأ من الساعة 7 من صباح الجمعة، وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن في حدود الساعة 4، ويقدر عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة 50 مقسمين على 4 أيام، ويشمل اليوم الأول 13 شخصا. في حديث الجزائر الليلة سنبحث النتائج المترتبة على هذا الاتفاق سياسيا وعسكريا، سواء لدى الاحتلال الإسرائيلي أو المقاومة، وكيف يمكن أن يستفيد الغزاويون من هذه الهدنة، وهل يمثل الاتفاق انتصارا للمقاومة في ظل النتائج الميدانية، بالإضافة إلى النتائج السياسية التي سيدفعها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سياسيا بعد نتائج العدوان على قطاع غزة. ويشاركنا النقاش في حديث الجزائر الليلة كل من البروفيسور زهير بغمامة محلل قناة الجزائر الدولية. أهلا بكم بروفيسور، مرحبا. مرحبا أستاذة نسيبة. أهلا ومعنا من حيفا الباحث في الشأن الصهيوني الأستاذ وائل غوات. أهلا بكم أستاذ، مرحبا. أهلا بك والمشاهدين. إذن أبدأ معك أستاذ غواد، ما الذي سيترتب عن اتفاق الهدنة بداية من الناحية السياسية أو من الناحية الإنسانية؟ عفوا. نعم، من الناحية الإنسانية طبعا هنالك تقدم جدي، دخول الشاحنات، وأعتقد بأن تقسيم لأربع مراحل وقد تزيد لتسليم الأسرى الإسرائيليين من الجانب الفلسطيني فيه ذكاء في الجانب الإنساني، لأن هذا فيه ضمانات. كان هنالك منطق في بأنه نحن نسلم، يعني حماس تسلم على دفعات، وهذا معناه أن تدخل الشاحنات بالمقابل، طبعا بالإضافة إلى تحرير أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. يعني بين قوسين، يعني استطاعت إسرائيل حماس أن تمسك إسرائيل من اليد التي تؤلمها في هذا الموضوع، وأن تجبر على إدخال ما كان مجموعة من اللاءات. تذكرين بداية الحرب، لا وقود، لا كهرباء، لا غذاء، لا ماء، حتى القضاء على حماس. هذا كله تغير، وبمتابعتي كل الوقت للإعلام الإسرائيلي هنالك، والليلة كمان، صدمة وسؤال كل الوقت، هل كانت الخطوة حكيمة؟ مع أنه 33 وزير من أصل 36 في الحكومة الموسعة صوتوا مع، ولكن جميعهم قالوا بأن هذه كانت من القرارات الصعبة جدا التي اتخذوها في حياتهم، وكل الوقت كانوا الحديث بأنه لا يستحق حماس إلا الإبادة، وبعضهم حتى يتحدث عن تسوية غزة في الأرض كلها. نعم. الأكثر تطرفا وهم موجودين الآن بدأوا يغيرون، وشيء ما انكسر في كل التهديدات التي كانت للقطاع. نعم، سنعود لرد فعل الاحتلال الإسرائيلي وداخل الاحتلال الإسرائيلي. بروفيسور زهير بغمامة ضيفي أكد على نقطة مهمة جدا في هذه المفاوضات التي تمت بين المقاومة وبين الاحتلال الإسرائيلي، وإسقاط المبدأ الذي تشدق به الاحتلال الإسرائيلي منذ البداية، وهو اللاءات التي ذكرها ضيفي. هل تتفقون معه في أنه من سقط اليوم سياسيا وعسكريا وحتى مجتمعيا هو الاحتلال؟ من دون أي شك سبق وقلنا بأن لا يمكن اعتبار الذي وقع إلا بإنجاز حقيقي ومهم وذا قيمة عالية. نعم. للمقاومة، بالنظر إلى أشياء كثيرة. أولا، هذا يضرب في صميم ما كانت تعلنه حكومة وجيش الاحتلال، لا استرجاع للرهائن إلا من خلال العمل العسكري. لا. والآن بعد 23 يوم من العملية البرية لم يتحقق لها ذلك سوى استرجاع جثتين كانت قد قصفت، أو كانت قوات الاحتلال. نعم. هي المسؤولة عن قتلهما بالقصف كما يقول الإسرائيليون أنفسهم. كان نتنياهو يتكلم على أنه لا وقف، لا هدنة،
ولا وقف للحرب قبل تدمير حماس. الآن يقول في مقابلة اليوم مع إحدى الصحف أظن الأمريكية أننا ربما كنا مبالغين حين تحدثنا عن القضاء على حماس، إنما الآن نريد يعني التأثير على قدرات المقاومة وليس 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 القضاء عليها. ثم حتى في مضمون الاتفاق أستاذة نسيبة، المقاومة استطاعت أن تملي تقريبا أغلب ما كانت تريد، واليوم حين سمعنا الناطق باسم كتائب العز الدين القسام أبو عبيدة يتحدث عن أن طبعا كان فيه رسائل كثيرة، ولكن استوقفتني رسالة مهمة. هو جاوب بشكل مباشر ادعاءات ومحاولات أركان حكومة الاحتلال البارحة الثلاثة حين رأيناهم يدافعون عن هذه الهدنة، حين استشعروا بأن المزاج العام في إسرائيل وأن حديث السياسة والمجتمع داخل دولة الكيان يميل إلى الاعتقاد بأن هذه هزيمة، بأن الذي جرى دليل على أن العمل العسكري فشل، ولذلك يعني فعلوا كل شيء وقالوا كل شيء من أجل أن يمرروا رسالة، وهي أن الذي حدث كان نتيجة للضغوط على المقاومة بفعل العمل العسكري. أبو عبيدة راح لهم إلى تقريبا الطرح الآخر لكي يدحض هذا الادعاء، وقال أن هذه الصفقة كانت معروضة من قبل المقاومة منذ البداية، وبالتالي هذا العمل الذي وربما بصيغ كانت أفضل بالنسبة للجانب الإسرائيلي. نحن نذكر أستاذة نسيبة أنه في وقت سابق المقاومة كانت تقول بأنني مستعدة لإطلاق سراح الأسرى من المدنيين الذين اعتبرتهم ضيوفا ريتما تسمح ظروف الميدان أو الظروف الميدانية. الآن هناك شروط أخرى انضافت، هذا يعني بأن اليد العليا الآن للمقاومة، وهي في وضع جعلها تضمن اتفاق الهدنة هذا المؤقت لا شك، عناصر أخرى من قبيل إدخال المساعدات، من قبيل إدخال الوقود، من قبيل منع تحليق الطيران، من قبيل يعني عدد آخر مقابل هؤلاء المدنيين. وموضوع أيضا هي لم تقدم إلا المدنيين، لأن موضوع الأسرى العسكريين وهو الورقة الأهم والأقوى الذي لا يمكن أن يكون مقابله إلا شيئا ثقيلا وثمينا ودا قيمة كبرى كما يقال، هذا مؤجل ربما لي مراحل أخرى من التهدئة أو اتفاقيات التهدئة. طيب في ذات المحور أستاذ وائل العواد، اختيار حماس التفريق بين الرهائن المدنيين والعسكريين بدل التفاوض حول الجميع دفعة واحدة، هل يمنحها فرصة إبقاء الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن الحركة تعرف كيف تتعامل مع حكومة الكيان في موضوع الرهائن منذ صفقة جندي جولغات شغليط؟ طبعا لديها باع طويل في قضية مفاوضة إسرائيل، ومنذ بداية الحرب تحدثت قيادات من حماس بأن كل موضوع اعتقال الأطفال والنساء وكأنه لم يكن في الخطة الأولى، ولكن شكل ما حدث في 7 أكتوبر على الأقل هكذا قالت القيادة على لسان عدة أشخاص فيها، أدى إلى نوع من الفوضى، وليست كل الأمور مشت كيفما خططوا في البداية. وهنالك كان تحليلات بأن حماس ترى بالمدنيين عبء عليها، وهذا أيضا ضغطها أمام العالم. طبعا العالم يفرق إن كان لديك أسرى جنود وإن كان لديك أطفال ونساء، هي من جهة تريد تخلص بين قوسين من 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 هذه المجموعة، ولكن أيضا مقابل ما سمي بتبييض السجون الإسرائيلية من كل من هم دون 16 عاما والنساء. هذا التقسيم هو يريحها أولا من صورتها أمام العالم ومن الضغط الإنساني المتراكم عليها. ثانيا يعني في إسرائيل يتحدثون بأن هذه الصفقة نسبة لصفقة جلعاد شليت وصفقات أخرى بين قوسين رخيصة الثمن، يعني من حيث نسبة وعدد من سيفرج عنهم فلسطينيا أو من قطاع غزة مقابل الإسرائيليين،
ولكن هذا معناه أيضا باعتقادي السعر القادم بين قوسين، السعر التبادل القادم للجنود الإسرائيليين مقابل الآن من تبقوا في السجون هم على الأغلب من تعتبرهم إسرائيل قاموا بعمليات قتل. الآن كل من تطلق سراحهم هم من شرعوا بعمليات قتل ولكن لم ينفذوها طبعا وفق المحاكم الإسرائيلية. هذا معناه بأن كل شكل الصفقات القادمة سيكون مختلف تماما، منطقها مختلف تماما، الثمن التي ستدفع إسرائيل أكبر بكثير. وصراحة أمس تفاجأت من محللين إسرائيليين كبار بدأوا يطرحون الآن سيقولون أطلقوا سراح قيادات مثلا. إلى أين بدأ يعني تفاجأت أنه طرح السؤال إلى أين سنطلق سراحهم؟ قيادي من رام الله سنطلق سراحه إلى رام الله أو طول كرم أم سنبعده إلى غزة؟ يعني مبدئيا يبدو بأن هنالك أو يمكن الشعور بأن هنالك موافقة ما لإطلاق سراح قيادات إسرائيلية مقابل إطلاق سراح الجنود. فهذا التقسيم برأيي هو أكثر يلعب لصالح حماس من كونه يصحب يلعب لصالح إسرائيل. نعم. طيب في هذا الإطار قلتم أن هناك منطق آخر في المراحل القادمة لتبادل الأسرى، ما هي الأسماء التي من الممكن أن يتم إطلاقها، الأسماء السياسية الثقيلة؟ كمية الأسرى الموجودة لدى حماس من الجنود كافية لإطلاق سراح كل الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. وما طرح في بداية الحديث بداية الحرب مصطلح تبييض السجون الإسرائيلية مطلقا بأنه تأخذوا كل اللي عندنا أعطونا كل اللي عندكم خلينا نخلص، وهذه باعتقاد الورطة الإسرائيلية التي تعرفها بأنه ما لدى ما في يد حماس يكفي لأن توسع وأن تطلب كل الموجودين. يتحدثون عن مثلا مروان البرغوثي، الموضوع ليس فقط إطلاق سراحه، كيف سيؤثر ذلك على شكل الساحة السياسية، على شكل الساحة السياسية الفلسطينية، أي منصب سيتبوأ، بمن سيطيح، كيف سيغير بالخطاب. هنالك مجموعة من القيادات التي ستطالب فيها حماس ليست حمساوية إنما أيضا مثلا البرغوثي تابع لفتح، ستطلب في هذا أيضا سيوسع من شعبيتها داخل الضفة مقابل سلطة فلسطينية لا تستطيع أن تطلق سراح أحد. فعمليا من الأسماء، كل الأسماء باعتقادي ستطالب فيها حماس، أيها سينجح؟ طبعا هذا يتعلق بسير المعركة، يتعلق بالكثير من التفاصيل المستقبلية. قبل أن أختم معك، من حيث العدد يكفي للجميع. قبل أن أختم معك أستاذ وائل عواد، الحديث اليوم أصبح يتمحور حول مستقبل نتنياهو في الحكومة، وأن بعد هذه الهدنة سيكون واقع آخر داخل الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الواقع فرضته المقاومة جبرا. نتنياهو أنهى حياته السياسية، انتهى الموضوع، يعني هذا باعتقادي لا رجعة فيه نهائيا. ما يطيل الآن هو طول أمد الحرب، كلما طالت الحرب طال مستقبل السياسي. انتهت الحرب، ثاني يوم الصبح من المفروض أن يسلم الأوراق، يعني هو يحاول أن يكون شيء آخر ولكن لا ينجح حتى الآن بتاتا، وبحزبه حتى بحزبه لا يريدونه، يحملوه كثر مسؤولية ما كان في 7 أكتوبر، قالوا له أنت ألهيت الدولة بمحاكمك وفي قضايا أخرى كثيرة، والآن تريد أن دفعتنا ثمن غالي جدا مقابل الشرخ الذي أوجدته. وأخيرا أقول بأنه استطلاعات رأي إسرائيلية تقول 80%، وهذا لم يكن منذ 15 عام منذ أن تولى نتنياهو الحكم، 80% من الشعب لا الإسرائيلي لا يريد نتنياهو، حوالي 65% منهم يريدون أن ينهي دوره الآن قبل نهاية الحرب، وهذه أرقام باعتقادي لا يمكن تصليحها. هو انتهى دوره، وعدم تحمل المسؤولية حتى الآن، كلهم تحمل المسؤولية إلا هو، يحاول أن يبحث عن آخرين يحملهم المسؤولية، هذا باعتقادي زاد من تعقيد وضعه. شكرا جزيلا لكم الأستاذ وائل عواد، الباحث في الشأن الصهيوني، كنتم معنا من حيفا، شكرا لكم جزيلا. شكرا.
إذا بروفيسور زهير بغمامة، الوضعية الحالية لقوات الاحتلال غير ملائمة ولا تؤهلها حسب المعطيات والعديد من التقارير حتى داخل الاحتلال للاستمرار في التموضع بطريقة قتالية وفعالة، ما يثير عددا من التساؤلات المترتبة على الموقف الحالي عسكريا من قبيل إذا استمر وقف إطلاق النار إلى حين، ماذا يعني ذلك بالنسبة لوجود الاحتلال في قطاع غزة؟ أولا، هذه قد تكون من الأشياء الإيجابية القليلة التي سيستفيد منها جيش الاحتلال في هذه الهدنة. ستكون فرصة، وهي أيضا نفس الأمر أو قد يكون نفس الأمر لصالح المقاومة أيضا، أن الهدنة تعطي فرصة لما يمكن أو ما يسميه العسكريون بإعادة تقييم الموقف العام لما جرى ودراسته ثم البناء عليه لما هو قادم. قد يكون فرصة أيضا بعد دراسة الموقف وإعادة تقديره لإعادة انتشار إلى لترتيبات أخرى، ديسبوزيتيف جديد كما هو في لغة العسكريين. قد تكون فرصة، وهذا الذي يعول عليه أيضا الإسرائيليون أستاذ نسيبة، للحصول على معلومات، وفي الصحافة العبرية التي يمكن أن نعود إليها تصف الأمر بأنه يعني تتكلم عنه بمرارة بشكل عام عكس ما يحاول أن يدعيه كما قلت عتات الحكومة الإسرائيلية، لكن تشير إلى أن هناك إمكانية لاستفادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من هؤلاء الرهائن حين تكلمت أن هؤلاء سينقلون إلى مستشفيات للعلاج في مرحلة معينة، ومن ثم إلى التحقيق إلى التحقيق والحديث معهم من قبل ضباط الاستخبارات الصهيونية لأجل ربما محاولة جمع شيء ما يساعد على إيضاح الصورة الملتبسة تماما والتي تؤكد مجددا أستاذ نسيبة أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت أو أن غزة بالنسبة للاستخبارات الإسرائيلية كانت شبه أو أقرب إلى ما يسميه الأمنيون بأنترونوار، يعني ثقب أسود، ما معظم الشيء لا يرى وخاصة في مسائل الأنفاق، مجمع الأنفاق أو أين توجد القيادات أو أي كيف 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 تتموضع، هذه الأشياء التي حرمتهم لا شك من عملياتيا من تحقيق أهدافهم العسكرية المعلنة في القضاء على قادة المقاومة أو حتى الانتهاء من موضوع الأنفاق. لكن مع ذلك، لأنه طبيعة هذا يرد عليه بالشكل التالي، الذين كما قلنا أستاذ نسيبة الذين سيفرج عنهم هم مدنيون، الأطفال والنساء، هؤلاء حتى ما عندهمش الحس المدني الذي يمكنهم من أن يقرأوا المكان، ولا شك في أن المقاومة اتخذت كل إجراءاتها، في التفاوض كل الإجراءات اتخذت من أجل أن لا يحصل هؤلاء على أي شيء يساعدهم على أن يعرفوا ما الذي يدور، أو ربما معلومات عن الأماكن، ثم أنه في الاتفاق أيضا بعض التفاصيل التي تشي بأن المقاومة وراءها عقول خبيرة التعامل مع هذا العدو الغدار، وحين طلبت أن الطيران يتوقف، لأنه الأمر أيضا يتطلب يعني حالة ميدانية حتى ينقل هؤلاء من أماكن معينة ويجمعون، ثم ينقلون إلى كما يقال الآن إلى رفح، إلى معبر رفح، ويتم تسليمهم إلى الصليب والهلال الأحمر. هذه أشياء تؤشر على أن المقاومة وقادتها والذين يفكرون أخذوا كل الاحتياطات حتى لا يمنعون الإسرائيلي من أن يستفيد في موضوع إعادة تقييم الموقف اعتمادا على ما سيحصلون عليه من هؤلاء. ولكن في الجانب الآخر هناك معضلة أيضا، لأنه يفترض أنه في التهدئة، في اتفاقيات التهدئة، واحدة من البنود أن تتوقف نقل الآليات والأفراد والمعدات، لأنه آخر صورة تلتقط عبر الأقمار الصناعية من قبل الوسطاء الذين من المفروض هم اللي يعملوا على احترام هذه الأشياء، هذه هي ما قبل الساعة السابعة نظن هكذا سيبدأ غدا، إذا السابعة إلا دقيقة آخر صورة تلتقط لوضعية تمركز القوات
الإسرائيلية، لأنه المقاومة لا تبدو في هذه الصور موجودة تحت الأرض في الأنفاق، هي التي ستعتمد. أي تحريك كبير للقوات وتموضعها بشكل واضح يعتبر خرقا لهذه التهدئة، ومع ذلك قد يعمد لا شك الطرفان إلى محاولة الاستفادة من هذه الأربع أيام هذه لأشياء كثيرة، منها مثلا بالنسبة للمقاومة إعادة تقييم موقف لا شك، لأنه طبعا نحن نتكلم على صمود أسطوري، ولكن لا شك أنه فيه خسائر، فيه ربما إعادة ضبط وبناء منظومة القيادة والسيطرة والتواصل. طيب بروفيسور زهير بومامة أسامحك، غدر لابد أن نتوقف عند هذه الأخبار التي ترد من قطاع غزة بشكل عاجل. الاحتلال إذن يطلق عشرات القنابل الفوسفورية والدخانية على منطقة الصفطاوي شمال غزة، والمتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة المستشفى الإندونيسي أيضا يتعرض لقصف عنيف في هذه الأثناء، يطال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني، وتحدث عن خشيته على حياة 200 جريح وكادر طبي. إذن نتحدث عن استهداف جديد على منطقة زايد شمال قطاع غزة قبيل ساعات عن بدء سيران الهدنة لمدة 4 أيام. إذن بروفيسور زهير بغمامة، العنوان الغريض لهذا الاتفاق أنه تبادل للأسرى، لكن هناك جزء أساسي مهم جدا له أثاره السياسية والمتعلقة بموضوع الهدنة لمدة 4 أيام، وأهم معنى ربما لهذا الحدث أنه يمثل أولا انكسار للخطاب، خطاب الاحتلال الذي كان يتحدث عن معركة بلا توقف، وأشرنا صحيح إلى هذا في البداية. صحيح. ويتبنى خطاب إبادة بامتياز مقتبسا نصوصه من التوراة تدعو إلى إبادة العماليق، وكان يروج بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى فرصة ذهبية لحماس لإعادة ترتيب صفوفها، وكنتم قد أشرتم إلى صحيح هذا قبل أن أقاطعكم لذكر الأخبار العاجلة. صحيح هذا الذي قلنا أولا، اسمحي لي أن أعلق على هذه الأخبار الأخيرة. هذا شيء متوقع غير مفاجئ على الإطلاق بالنظر إلى تجارب سابقة في اتفاقية التهدئة، دائما في الساعات الأخيرة يكثف العدوان أو الإسرائيلي عدوانه بقصفه، لأنه يريد هكذا أن يقتل أكثر عدد ممكن، أن يدمر على أساس أنه ربما قد تكون واحدة من الاحتمالات والفرضيات الممكنة أن التهدئة تليها تهدئة أخرى وهدى متواصلة وقد تصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار. إذن هؤلاء بالنسبة لهم بقيت فسحة زمنية معينة للقصف والتدمير والإبادة كما يفعلون بشكل جبان خلال الفترة السابقة. لا. بالنسبة إلى ما ذكرته في سؤالك قبل قليل أستاذ نسيبة، نعم قلنا بأنه المقاومة واحدة من الأهداف التي لا شك ستحققها. أول شيء لازم نشير له أستاذ نسيبة أيضا، وهو أنها ستعطي وستمكن حتى أهل غزة المحاصرين الذين كانوا من المدنيين، أتكلم هنا الذين تعرضوا لهذه الإبادة الوحشية وهذا الحصار من التجويع وحتى إلى منع الماء من الوصول إليهم، ستمكنهم من أن يتنفسوا. هذه فرصة لالتقاط الأنفاس، وهذه مهمة جدا. لماذا؟ لأنها طبعا إذا أضفنا إليها في التحليل مسألة أن المقاومة فرضت موضوع إدخال المساعدات الإنسانية بكميات لنقل أكبر، لأنه ما سيتم إدخاله حديث عن مئات من الشاحنات، نعم، ولكن في كل الأحوال احتياجات قطاع غزة واحتياجات الناس هناك المحاصرين قبل هذه العملية و منذ أن بدأت هي أكبر بكثير. واليوم سمعنا 4 منظمات دولية تعمل في الشأن الإنساني قالت في بيان لها بأن الذي سيتم إدخاله سيكون قطرة، هكذا هذا تعبيرهم، قطرة في بحر الاحتياجات التي يجب أن تدخل إلى غزة ولا تتوقف حتى إن توقفت هذه التهدئة. إذن هذه فرصة لالتقاط الأنفاس، هذه فرصة لكي الناس يعني تعيد ترتيب أمورها، تتحرك ربما وتحصل على مساعدة تمكنها، وهذا الذي أريد أن أقوله، من
دعم وتعزيز قدرة الصمود لديها، لأن الناس صحيح مقاومة، وسمعنا أشياء يعني تثبت مرة أخرى بأن هذا الشعب استثنائي، هذا الشعب غير عادي، ولكن على الأرض على الميدان يجب أن هؤلاء أيضا بشر، لازم تصلهم حاجيات الأكل والشرب والوقود والدواء، يجب أن يصل إلى المستشفيات الموجودة في حالة كارثية الآن. هذا الدفعات، هذا الذي سيدخل إلى غزة لا شك سيسهم في هذا الجانب. وهذا الذي عتات اليمين سمعنا ما قالوه، قالوا بأن الذي سيدخل سيفشل أو سيجهد ما قمنا به خلال الفترة السابقة من محاولة تركيع هؤلاء من خلال تجويعهم، هذا كلامهم هكذا المنشوري في صحفتهم، وسيؤدي بالتالي إلى إفشال هذه العملية. أما على الصعيد العسكري فما كما قلت في إشارة أستاذ نسيب اليوم أيضا جاءت على لسان أبو عبيدة حين قال أنه المقاتلين ما زالوا مرابطين في عقدهم وينتظرون، ومنهم من ينتظر هدفه منذ أكثر من 30 يوما. هذه إشارة أيضا مهمة، ما زال عاد ينتظر الدخول في القتال. هذا يعني أن بعض الكلام الذي قيل على أن مقاتلي النخبة في القسام وفي شهداء الأقصى ما زالوا لم يدخلوا إلى المعركة، وهم حسب بعض التقديرات قد يصلون إلى 10,000. هذا يعني أن أبو عبيدة اليوم بطريقة غير مباشرة يؤكدها، هناك من ما زال في عقده في أماكنه ينتظر الدخول. وهذا يعني أنه حين يقول بأن القتال لم يبدأ أو عد قتلاكم لم يبدأ فعلا، فهذا أيضا صحيح، وهذا رد أيضا بشكل مباشر على ما قاله البارحة وزير الدفاع حين قال بأن القتال سوف يستمر ولن نتوقف حتى نقضي على هؤلاء. طبعا الرد هو مستعدون لهذا الأمر وجاهزون، وهذه التهديدات لا يمكن أن تجعلنا نرفع الراية كما تعتقدون، إنما نحن جهزنا لكم، ومن المقاتلين من لم يدخل إلى ساحة القتال بعد. وإذا ما استمرت الأمور هذه، يعني الرسالة هي أن هذا الاحتمال كان واردا وموجودا ومحضرا له ومهيئا له، وإذا جاء فسيلقى التصدي كما فعلت المقاومة خلال الفترة السابقة. وهو ما ظلت تؤكده المقاومة منذ السابق من أكتوبر منذ طوفان الأقصى. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل، دائما هل تمهد الهدنة الطريق لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، وأي ضمانات لإتمام اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي؟ مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد الى الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. نتحدث دائما ونقف عند ابرز بنود الاتفاق بين المقاومه وبين الاحتلال الاسرائيلي، وارحب اللحظه بالدكتور بلال الشوبكي رئيس قسم الهلوم السياسيه بجامعه الخليل. اهلا بكم دكتور، مرحبا. مليح بلال، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. إذن دكتور، هل توجد ضمانات واضحة لعدم حدوث اختراق لاتفاق الهدنة بالنظر إلى الخبرة مع الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء، يقصف بشكل عنيف القطاع وهذا كان متوقعا؟ عادة ما يكون هناك مماطلة في التنفيذ، لكن أن نقول أنه سيكون هناك خروقات للهدنة فنحن نتحدث عن أطراف يعني إقليمية وازنة، ولا أعتقد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي معنية بأن يعني توتر علاقتها مع هذه الأطراف، وخصوصا أننا لا نتحدث فقط عن مصر وقطر، وإنما نتحدث أيضا عن الولايات المتحدة الأمريكية. وكما تعلمون الولايات المتحدة الأمريكية ليست يعني مجرد وسيط، وإنما هي شريك مع الاحتلال الإسرائيلي ومعنية بنجاح هذه الهدنة لعدة اعتبارات، من بينها أنها تريد أن تتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي التراجع تدريجيا عما وقعت به من معضلة الآن في قطاع غزة، إذ هي يعني الآن على ما يقارب حوالي 6 أو 7 أسابيع دون أن يكون هناك أي إنجاز حقيقي يذكر في العملية العسكرية، على الأقل وفقا للأهداف التي رسمتها في المراحل الأولى من هذه الحرب، وهي تقويض حكم حماس بالإضافة إلى استعادة المحتجزين من خلال العملية العسكرية. لكن
دون أن يعني ذلك بكل تأكيد أن الأمر مضمون بنسبة 100%، لأنه في نهاية المطاف نحن نتعامل مع إمكانية على الأقل اختلاق أسباب يعني غير حقيقية، يعني لأنه الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية دأب على اختلاق الكثير من القضايا وقام بعملية تضليل حتى للمجتمع الإسرائيلي. لا يوجد ضمانات 100%، لكن يبدو لي أن الاحتلال الإسرائيلي معني في هذه اللحظات بأن يكون هناك هدنة على الأقل لأن يعيد جزء من المحتجزين للمجتمع الإسرائيلي، لأنه كما أشرت لم يستطع أن يقوم بذلك بفعل العملية العسكرية. نعم، في ردود الفعل دكتور الشوبكي برز ملف صفقة تبادل الأسرى المعلن عنه بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي على سطح متابعة الصحف العالمية لتطورات الحرب بقطاع غزة، حيث تحدثت صحيفة الفاينانشال تايمز عن أزمة ثقة بإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر. علقت أيضا صحيفة وول ستريت جورنال في افتتاحيتها على صفقة الأسرى، حيث رأت أن الصورة المحلية والدولية ستصبح أكثر تعقيدا بالنسبة لإسرائيل، متوقعة انقسابا في الرأي العام بالداخل. أيضا تزايد الضغوط الرامية لمواصلة وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى في الخارج، وتعرضت لانتقادات أشد في حال استأنفت القتال بعد أيام الهدنة. إذن في هذه العناوين يتضح من خلالها أن هناك تغير في الرأي العام الدولي، وبدأ العالم لا يصدق رواية الاحتلال. هو التغير في الرأي العام الدولي بدأ تقريبا منذ يعني بعد 3 أسابيع من بدء الحرب، لكن يبدو لي أنه في هذه الأيام بدأ يتنامى هذا الرأي العام الذي لم يعد يؤمن بالرواية الإسرائيلية، وخصوصا بعد الدخول إلى المستشفيات، تحديدا مستشفى الشفاء، ولم يعثروا على شيء، وكل ما قدموه يعني لاقى سخرية من قبل أوساط عديدة حتى في الأوساط الإسرائيلية على المستوى الشعبي. لذلك إن تمت هذه الصفقة وفعلا يعني تحققت يعني على الأقل 4 أيام من الهدنة، من المتوقع أن يكون هناك فعلا تنامي في الأصوات التي تنادي بأنه إذا كان المسار الدبلوماسي ومسار المفاوضات يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة، فما الداعي لمثل هذه الحرب؟ لأن إسرائيل ادعت منذ اللحظات الأولى بأن هذه العملية العسكرية هدفها الأساسي استعادة المحتجزين، فإذا كان بالإمكان استعادة المحتجزين من خلال مسار دبلوماسي، ما الداعي لمثل هذه العملية؟ مضافا إلى ذلك أنه حتى أولئك الذين كانوا يؤمنوا بأن العملية العسكرية ضرورية في الأوساط الإسرائيلية سواء كانت النخبوية أو الشعبوية، إذا ما تمت هذه الصفقة ستبدأ أصواتهم أيضا بتغييرات طفيفة على الأقل في طريقة التعامل مع هذه الحرب، بمعنى أنه سيكون لديهم الآن مجال للمقارنة، مقارنة بين العملية العسكرية التي أدت إلى خسائر كبيرة في الجانب الاقتصادي، نتحدث عن مليارات الدولارات، بالإضافة إلى خسائر على مستوى الرأي العام. وحين نقول خسائر على مستوى الرأي العام، إسرائيل لا تنظر إلى الخسارة الآن هي خسارة الرأي العام بالنسبة للحرب، وإنما خسارة صورتها هذا على المدى البعيد، بمعنى أن الصورة التي حاولت إسرائيل رسمها على مدار 7 عقود أو أكثر على أنها هي الدولة الديمقراطية التي تحافظ على حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وما إلى ذلك، تهشمت هذه الصورة، بل لم تعد موجودة في أوساط كثيرة، وبالتالي خسارات متراكمة دبلوماسيا وماليا وأيضا من الناحية العسكرية، كل يوم يظهر أن هناك خسائر للجانب الإسرائيلي، بالتالي الأصوات ستتعالى من أجل أن يكون هناك وقف إطلاق نار يعني بعيد المدى إن لم يكن دائم. وأظن أن من صاغ الصفقة أستاذ نسيبة يعني وضع هذا الاحتمال، بمعنى أنه لم يعني هو وضعه حد أدنى 4 أيام، لكن أبقوا الباب مفتوحا أمام إمكانية تمديد مثل هذه الصفقة، أنه كلما تم إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين كلما تمددت الصفقة. لكن الفصائل الفلسطينية برأيي سيكون لها موقف آخر، بمعنى لا أظن أن الفصائل الفلسطينية مستعدة لإطلاق سراح الكثير من المحتجزين دون أن يكون هناك وقف إطلاق نار نهائي، لأنه إذا ما سلمت المحتجزين كلهم بذلك ستكون قد يعني انتحرت يعني بحكم الأمر الواقع، لأنه يعني نقطة القوة الأساسية التي لديها الآن هي المحتجزين لديها في قطاع غزة. نعم، طيب ابقى معنا دكتور بلال الشوبكي من غزة، يلتحق بنا الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس هيئة حشد. مرحبا بكم دكتور، أهلا. أهلا وسهلا بك وتحياتي لك ولكل أبناء شعبنا في الجزائر. أهلا، كيف يقرأ الغازيين اتفاق الهدنة الذي تم الإعلان عنه ومن المفروض أو المرتقب أن ينطلق بداية من الساعة 7 صباحا؟
نعم، بداية كما تم الإعلان عنه سينطلق موضوع تهدئة صباح يوم غد الجمعة، ونأمل أن يتم الالتزام بهذا الاتفاق باعتبار أن هذا سيتيح فرصة إلى ضمان مواراة جثامين الشهداء الثرى وأيضا لملمة الجراح وضمان دخول المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود إلى مختلف أنحاء قطاع غزة. وهذا تطور إنساني مهم يحتاجه الشعب الفلسطيني في ظل الكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها النازحين الفلسطينيين أكثر من 1,700,000 وكل أبناء شعبنا الفلسطيني، وبالذات في محافظات شمال غزة ومدينة غزة التي دمرها الاحتلال وأخرج مستشفياتها عن الخدمة، ولا تزال فصول الكارثة الإنسانية تتواصل. فالاحتلال الآن يستمر في ارتكاب مجازر، ارتكب مجزرة في مدرسة أبو حسين للنازحين وأدت إلى استشهاد 23 شهيد وإصابة العشرات، فيما تستمر عمليات الاحتلال في قصف منازل المواطنين وارتكاب المجزرة تلو المجزرة ودون أي رادع دولي. ولكن نأمل أن تتكلل كل الجهود في ضمان على الأقل الهدنة كما جرى الاتفاق عليها لأربع أيام، ونأمل أن تتواصل هذه الجهود خلالها من أجل ضمان إجلاء الجرحى وإجلاء أيضا المصابين إلى المستشفيات الخارجية وضمان دخول كل ما يلزم قطاع غزة من احتياجات ضرورية تمكن السكان الفلسطينيين من الصمود. نعم، حسب الأخبار الواردة من القطاع يتعرض الآن لقصف شديد في هذه الساعات المتبقية قبل بدء سريان اتفاقية الهدنة، ما المتوقع من الاحتلال؟ كما هو متوقع من الاحتلال خلال الفترات السابقة هو يستمر في ارتكاب المجزرة والمجزرة، وأنا أشرت أنه ارتكب مجزرة قبل قليل في مدرسة أبو حسين للنازحين ودمر عشرات المنازل فوق رؤوس قاطنيها دون سابق انذار، مما خلف شهداء كثر والحصيلة لغاية الآن لم تتضح من الشهداء والمصابين. يستمر أيضا في قوات البرية في قصف مستشفى الرنديسي للأسف الأندونيسي ومحاصرته ومحاصرة المرضى والجرحى في داخله وترويعهم، عدا عن اشتباكات متواصلة في مختلف أنحاء قطاع غزة وأيضا قصف في مدن ومدن قطاع غزة ومخيماتها التي تتعرض الآن إلى مجازر، وهذا ديدن الاحتلال في ارتكاب الجرائم ومواصلاتها باعتبار أن هذه سياسة ثابتة في إبادة ما تبقى من سكان غزة وإهلاكها. شكرا جزيلا لكم الدكتور صلاح عبد الغاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، نتمنى لكم السلامة ولكل الغزيين في هذه الساعات المتبقية قبل بدء سريان الاتفاقية. شكرا لكم. إذن بروفيسور زهير بغمامة، على مدى 46 يوما من الحرب الوحشية على غزة، أي ما يقرب من شهر والنصف، اليوم اللواء أفرايم هاليفي الرئيس الأسبق مصاد يقول إن من المؤسف أن كثيرا من يتولون المسؤولية الآن لا يعرفون حماس بشكل حقيقي ولا يعرفون غزة ولا يجيدون قراءة خريطة الشرق الأوسط، بل ماذا قائلا هم ليسوا تنظيما سياسيا وعسكريا فحسب، بل فكر وقناعات، يتحدث عن حركة حماس وإذا قضيت على قيادتهم وحتى على تنظيمهم كله وهذا غير واقعي فإنك لا تستطيع القضاء على فكرهم وسينبزون لك من تحت أرض ما في وقت ما، لذلك يجب أن نضع أهدافنا بشكل واقعي وأقدامنا على الأرض. هذا كان لواء وكان أيضا في منظمة في الاحتلال الإسرائيلي، ويقول كل هذا عن حركة حماس ويثبت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقرأ جيدا ولا يعرف المقاومة ومبادئها. صحيح، وفي إسرائيل أصوات كثيرة الآن أصبحت تتحدث بواقعية وبموضوعية، ليس لأنهم ربما ولكن لأن هذا هو الحال. هذه حرب الآن بلا أفق سياسية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. صحيح أنها جاءت برغبة الانتقام الأعمى بعد ما حدث في 7 أكتوبر، ولكن هؤلاء ذهبوا وجروا معهم الكثيرون إلى حرب سبق وقلنا بأهداف عالية بسقوف عالية، ومرت 48 يوم
من دون أن وهم يلاحقون هذه الأهداف من دون جدوى، أتكلم عن الأهداف السياسية فقط، الدمار والتدمير والقتل والإبادة، وهذه ليست أهداف للسياسة، هذه وسائل كان من المفروض في عقلية الإسرائيلي أنها تدفع بالمقاومة وتدفع بالشعب الفلسطيني العزيز في غزة إلى الاستسلام، ولكن إلى حد الآن لم يحصلوا حتى على هذا الأمر. إضافة إلى ذلك، لا شك أن الإسرائيليين نعم لا يقرؤون تحولات كثيرة تجري في المنطقة وتجري في العالم، قضية مثلا قضية وحدة الساحات هذه، وإن كان رأينا بروفا يعني مصغرة لماذا يمكن أن تعطي مستقبلا في هذا الشأن حين تتحرك الجبهة في جنوب لبنان، وإن كان على المستوى الذي تحركت به، وحين تتحرك جبهة جديدة في اليمن، وحين تتحرك ساحات في العراق وداخل سوريا، هذا يعني هذا يشي بأن المنطقة تتغير. لذلك نتنياهو كان محقا حين قال بأن، وإن كان في الاتجاه الآخر في الاتجاه المعاكس، حين قال بأن 7 أكتوبر أو ما سنفعله بعد 7 أكتوبر سيغير الشرق الأوسط والمنطقة، لا، 7 أكتوبر غير وأشياء كثيرة تغيرت في المنطقة وجعلت وستجعل إسرائيل أعجز على أن تحقق أهدافها بالطريقة التي طالما اعتقدت أنها تستطيع من خلالها. ثم أيضا لا شك أن هناك هذا المعطى الاقتصادي أيضا، هؤلاء لا يستطيعون البقاء في الحرب لمدة تزيد عن الشهرين. إسرائيل الآن تنزف ماليا واقتصاديا بشكل كبير جدا، وتحت ضغوط قوية من قبل المؤسسات العاملة هناك، ولا يمكن أن تذهب إلى حرب مفتوحة تكلفها عشرات المليارات من الدولارات، هذا سيؤدي إلى انهيار اقتصادها وانهيار قدرتها على أن تمول الحرب أيضا. ثم أيضا لا شك أن المنطقة الإقليم يتغير، وانظري إلى حالة الأردن مثلا، الأردن يجب أن نقرأها بشكل كبير جدا، هناك تحول كبير في الأردن في المملكة الأردنية الشقيقة، على أساس أنها أصبحت ترى فعلا بأن التعامل مع هذا الكيان على الطريقة التي كانت قد لا يكون مجديا، ورأينا تغيرا في الموقف وفي الخطاب، وقد يؤدي أيضا إلى تغيرات في السياسات وفي التوجهات. لذلك أعتقد بأنه في الأخير إسرائيل قد ستفهم، أعتقد بأن الانجرار وراء طروحات اليمين المتطرف أو وراء السياسات التي تعتقد أنها يمكن أن تفرض إرادتها على الفلسطيني بالقوة القاهرة انتهت، وعليها أن تفكر في ما بعد اليوم الآخر في اليوم الموالي من خلال السياسة، والسياسة تقتضي أن تفكر جديا في أن تعطي للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتنهي مسألة الاحتلال على الأقل بقضية إقامة حل الدولتين. طيب هنا دكتور بلال الشوبكي، ألا ترون أن الحديث في البداية كان التساؤل عن مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب عليها، ثم تحول بعد 47 يوما أو 48 يوما إلى مستقبل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وهو ما بدأت تبرزه التقارير؟ نعم هذا صحيح، لأنه جزء من الخطاب الإسرائيلي كان في المراحل الأولى خطاب أولا يعني سقفه عالي جدا، يستهدف أن يوصل رسالة أولا للمجتمع الإسرائيلي بأنه هذه الحرب لن تنتهي إلا بتقويض حكم حماس، لكن في مراحل لاحقة أصبح هذا الخطاب هو جزء من الحرب النفسية على الفلسطينيين، معنى أنه في ظل كل هذه الصور التي نراها بتنا نشهد أن هناك أوساطا سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإسرائيلي تتحدث عن مرحلة ما بعد حكم حماس بمعنى هزيمة الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا الأمر يعني للأسف يعني لاقى حتى استجابة في بعض الأحيان سلبية من قبل بعض الفلسطينيين، بمعنى بدأ البحث حقيقة بشكل يعني أو بآخر في ما هو مستقبل قطاع غزة، وهذا كان برأيي استعجال في الحديث عن هذا الموضوع، وهو حديث غير مطلوب على في السياق الفلسطيني ولا في السياق العربي، لكن إسرائيليا كان هذا أمر وارد. لكن إسرائيل بعد 47 يوم نأتي هنا على هذه الشاشة لنتباحث
في صفقة تم التفاوض حولها ما بين إسرائيل وحماس، بمعنى أن حماس ما زالت قائمة وموجودة بعد كل هذه الأيام من الحرب، ولذلك مجرد عملية التفاوض الآن بشأن أي هدنة هو مؤشر على أن إسرائيل لم تحقق الأهداف، بغض النظر عن طبيعة الصفقة وأيا كانت نتائج هذه الصفقة. العملية بحد ذاتها تشير إلى أن الكيان السياسي أو التنظيم السياسي المتمثل بحركة حماس والذي كانت تهدف إسرائيل إلى تقويضها هي مضطرة للحديث عنه. وما تغير حقيقة وما تفضلت به أن صورة إسرائيل أولا على المستوى الدولي تغيرت، بنية إسرائيل الداخلية سيكون هناك نقاشات عميقة جدا في أوساط إسرائيلية حول جاهزية المؤسسة العسكرية، جاهزية المؤسسة الأمنية، والعلاقة ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري داخل دولة الاحتلال، وآثار الانزياح نحو اليمين الذي بدأ مؤخرا يسير يعني بشكل مكثف جدا وكبير جدا في الأوساط الإسرائيلية. كل هذا سيجري التباحث بشأنه. مضافا إلى ذلك برأيي أن الكثير من القوى الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ بالنظر من جديد في كيفية التعامل مع مثل هذه الملفات، بمعنى إعطاء غطاء دولي وأمريكي دون أن يكون هناك أي قيود لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لم يؤدي إلى تحقيق نتائج لا تفيد الولايات المتحدة الأمريكية ولا المجتمع الغربي ولا حتى إسرائيل. بالعكس من ذلك بدأت يعني بعض المصالح الغربية تتضرر، بعض المصالح الأمريكية في المنطقة أصبحت مهددة، وربما ناقشتم أيضا على شاشتكم في أكثر من مرة كيف يعني أصبحت المصالح الأمريكية في منطقة شبه الجزيرة العربية مهددة من قبل كثير من الأطراف نتاجا لسياسة أمريكا في ما يتعلق بالحرب على غزة. وبدأت تطفو أيضا دكتور بلال الشبكي إلى سطح الاتهامات المتبادلة بين القادة السياسيين لدى الاحتلال. هناك مطالب اليوم بزج وسحب حتى الجنسية الإسرائيلية من إيهود باراك بعدما اعترف بأن الاحتلال الإسرائيلي هو من روج لفكرة الأنفاق وهو من أراد أن يصور للعالم أن هناك أنفاق تحت المستشفيات. الخطاب الإسرائيلي الآن هو خطاب يعني لمن يتابع الإعلام الإسرائيلي يجد أن الخلافات أصبحت يعني أكثر يعني عمقا من مجرد خلاف في مستوى الخطاب ما بين بعض الأقطاب السياسية في إسرائيل. الخلاف أصبح يعني بشكل مؤسساتي وبشكل حتى يستخدم فيه أدلة وأوراق ثبوتية وقانونية. بنيامين نتنياهو في الأسابيع الماضية بدأ يجمع بعض الوثائق التي يمكن أن تدينه. هذا الأمر لم يلقى يعني هذا الاهتمام الكبير على وسائل الإعلام بحكم أنه من الطبيعي أن وسائل الإعلام ستركز على ما يجري في الحرب في قطاع غزة، لكن هناك حرب داخلية في إسرائيل، من بينها أن بنيامين نتنياهو كما أشرت كان في الآونة الأخيرة يجمع تلك المعلومات التي تشير إلى أنه قد استقبل تقارير من قبل المؤسسة الأمنية في إسرائيل تفيد بأن هناك احتمالية لأن يكون هناك عملية كبيرة ضد إسرائيل، بمعنى أنه جزء من المسؤولية الأمنية الآن أصبحت ملقاة على عاتق بنيامين نتنياهو، ولذلك عملية التهرب يمينا أو يسارا من قبل بعض الأطراف وتحميل بعض النخب السياسية من خارج وسط صناعة القرار هذا نوع من أنواع الهروب، لأنه لا إيهود باراك ولا إيهود أولمرت أولئك الذين انتقدوا سياسة الحكومة أو دعينا نقول يعني وضعوا بعض الإضاءات على بعض سياسة الحكومة، هؤلاء لم يصنعوا قرارات الحرب. من صنع قرار الحرب يتهرب الآن إما بإحالة المسؤولية لأطراف أخرى داخل إسرائيل، مثل ما يعني كنتم تذكرون في قبل أسابيع بنيامين نتنياهو كان قد حمل المسؤولية للمؤسسة الأمنية والعسكرية ومن ثم اضطر للتراجع عن ذلك من خلال تغريدة ومن ثم مسحها. هذا الأمر يشير بعد كل هذه الأيام وفي ظل هذا الفشل إلى أن التفسخ في المجتمع الإسرائيلي بات حتى يلقي ظلاله على الرأي العام الإسرائيلي. بقينا نشهد حالة من التشظي في الرأي العام الإسرائيلي، لا يوجد رؤية واضحة في كيفية التعامل مع ما يجري. نعم. طيب بروفيسور زهير بغمامة في أقل من 30 ثانية، هناك مقولة للكاتب محمد حسنين هيكل تقول إن إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل هزيمة واحدة، فالهزيمة معناها انتهاء المشروع القائم على فكرة نحن هنا ونحن قادرون، فإذا نزعت عن إسرائيل مهابة القوة والقدرة على الردع فقد انتهى وجود المشروع حتى إن ظل له وجود على الأرض. هل ينطبق هذا على ما يحدث؟ هذه مقولة للمرحوم للراحل حسين هيكل أخذها عن
مقولة للمقبور بن غوريون، حين سئل بن غوريون متى ستسقط إسرائيل، قال حين ننهزم لأول مرة. سيكون السقوط حين ننهزم لأول مرة، هذا صحيح إلى حد كبير جدا، ولكن أيضا إذا ما استثمر الفلسطينيون كل الفلسطينيين في هذا الأمر أولا، وإذا ما استثمرت المنطقة في هذا الأمر على الوضع الجديد. أنا أزعم بأن بناء حتى وتأكيدا لما قاله دكتور بلال أن المشروع الصهيوني بشكل عام يمر بأزمة حقيقية الآن، هناك أسئلة كبرى لا أجوبة لصهاينة عليها، وهذا الانقسام وهذه انعدام الثقة في المؤسسات وانهيار مقولات الأمن وانهيار مقولات التفوق، وهذه تفتح أفق مظلمة وأفق من اللا يقين لانسرتيتود أمام هذا المشروع الذي أعتقد دخل في نفق مظلم قد ينتهي فعلا بسقوطه في يوم ما. شكرا جزيلا لكم البروفيسور زهير بومامة مخلل قناة الجزائر الدولية. وأشكركم أيضا الدكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل بفلسطين المحتلة. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، ختام هذا الغدد من حديث الجزائر، ألقاكم بألف خير، في أمان الله.